في مدن مهمة، مش معنى كده ان في مدن مش مهمة، في مدن وفي بلاد مهمة. يعني نينوى الكتاب المقدس يقول عليها 4 مرات في سفر يونان المدينة العظيمة. يعني يونان واحد، مش لازم تروح لها، بس يونان واحد عدد واحد اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة. صح 3 كانت نينوى مدينة عظيمة لله. لا تعالوا نبص على دي. يونان 3 عدد 3، قام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب، أما نينوى فكانت مدينة عظيمة. مدينة عظيمة إيه؟ نينوى دي مدينة أممية، مدينة أصنام. نينوى دي مدينة في مدن النهاردة الرب يقول دي مدينة عظيمة لله. أنت النهاردة تبص عليها تقول دي مدينة مليانة خطية. في مدن وفي بلاد رب ينظر ليها. أنا هقلب جد دلوقتي، يعني كله كان جد، بس في مدن الرب النهاردة بينظر ليها، مش لأن باقي المدن مش مهمة، محتاج تفهم دي، مش لأن باقي المدن مش مهمة، لكن في مدن الرب النهاردة بينظر ليها وبيقول برغم الخطية برغم كل حاجة دي مدينة عظيمة لله. ليه؟ لأن في مدن لو الرب أخدها بياخد المنطقة. بولس كان بيتحرك في آسيا، قال تعبير غريب جدا في سفر الأعمال صح 15، سوري مش سفر الأعمال، رسالة روميا. أنا بحكي معاكم عشان كده، يعني مش محضر وعظة ولا حاجة، أنا بحكي معاكم. روميا 15 رومي 15 على 18، لأكثر أن أتكلم عن شيء مما يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول الفعل. رومي 15-18، لأكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي، يعني بتكلم عن فقط عما يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول الفعل بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى إليريكون. إليريكون دي يعني البرتغال، يعني لغاية آسيا، لغاية آخر آسيا، من أورشليم من شرق الأوسط أوروبا كده لغاية البرتغال، قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. إيه رأيك في الجملة دي؟ مش بس هو لوحده، الجملة دي حرفيا دقيقة. لا يعني هو ظهر كل قرية، كل نجح، كل حتة، كل كنيسة، كل مجمع، كل أكمل التبشير، وكلهم بقوا مؤمنين. لما تبص على استراتيجية الخدمة في سفر الأعمال وبولس، وعامة لما تبص في كتاب مقدس باستراتيجية عن الكرازة لما اللي يحب يدرسوا الحاجات دي، تبص إن الكتاب المقدس لما كان بيرى، أو رب لما بيرى مدينة، مش عايز أقول التعبير يعني عشان ما يلخبطكش، في مدن لو اتخذت، لو اتكرس فيها، لو بقى فيها كنيسة، بالنسبة للرب المنطقة دي خلص فيها التبشير. لو المدينة دي بقى فيها كنيسة قوية خلاص يبقى المنطقة دي خلصت. ليه؟ لأن المدن دي مؤثرة، المدن دي بتخرج، المدن دي صاحبة تأثير. تعرفوا بلد اسمها دبي؟ مدينة عظيمة لله. تعرفوا بلد اسمها عمان؟ تعرفوا بلد اسمها بيروت؟ تعرفوا بلد اسمها مصر؟ كل دي مدن عظيمة لله. ليه؟ لو خدت البلاد دي انت بتاخد منطقة كبيرة جدا. ليه؟ لان كل بلد من دولة بيخرج منها كم تأثير. دبي بيخرج منها تأثير ولا لا؟
بيروت بيخرج منها تأثير ولا لا؟ مصر بيخرج منها تأثير ولا لا؟ بره حدودها. بالنسبة في الكتاب المقدس يقولك لو بولس من أورشليم لغاية البرتغال أنا خلصت التبشير. يا سلام، يقولك بقوة آيات وعجائب أنا خلصت التبشير من أورشليم لغاية البرتغال. إزاي؟ ولا حاجة، حصل آيات وعجائب وبقى في كنيسة في الحتة دي، بقى كنيسة في البلد المركزي ده، بقى في كنيسة في البلد المركزي ده، والبلاد دي مؤثرة على المنطقة اللي حواليها. أنا خلصت التبشير في كل أوروبا. يا لو بصيت تجد ان المدن العظيمه لله زي نينوى كده ما هياش عظيمه لله علشان هي فيها كنيسه قويه، هي عظيمه لله علشان كده ابليس بيقوم واخدها ويقوم مسوق سمعتها ومخرج منها سواد. بسبب السواد اللي خارج من المدينه دي تعرف ان مقاصد الرب لهذه المدينه انها تكون مدينه عظيمه لله. فاهمين حاجة؟ بسبب الحرب اللي على مدينة، أنت تعرف الدعوة على حياتك إزاي؟ بسبب الحرب اللي عليك. وأول ما تنتفض وتدرك إنه نقطة ضعفك هي نقطة استخدامك، ودي أحد حاجات الخمسين اللي جاية، هو ده المدينة الضعيفة اللي بيخرج منها بتصدر سواد، هي مدينة عظيمة لله. أقول الجملة دي مرة تاني، المدينة اللي بتصدر سواد مدينة عظيمة لله. عشان كده دبي، عشان كده مصر بتصدر حاجة تانية بس بتصدر، إيران. ففي مدن عظيمة لله في المنطقة اللي احنا فيها دي، حاجة جميلة جدا 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 جدا. نرجع بقى للآية، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة. فاهمين حاجة؟ انت ساكن في مدينه عظيمه، وكل الضيوف اللي عندنا ساكنين في مدن عظيمه، ان كانوا دبي ان كان بيروت ان كان، كل دي مدن عظيمه لله، ولان دي مدن عظيمه لله.